انتقد تقرير صادر من معهد بروكنز أداء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال الأشهر الستة الماضية، ورأى أنه اتسم بالتقاعس عن تحقيق الوعود التي أطلقها حين تسلم رئاسة الوزراء، بل أن البعض يرى أنه كان مخيبا للآمال ولم يستوعب مساحة الأمل التي اعترت الجميع لحظة تكليفه وإطلاقه للوعود عند تبوئه المنصب، حيث رفع سقف المطالب والتوقعات من أجل تحقيق الاستقرار في العراق، حيث طرح مشروعا إصلاحيا طموحا ووضع 9 نقاط وأولويات لحكومته، على رأسها سيطرة الدولة على السلاح المنفلت وحماية المتظاهرين وتهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة ومكافحة الفساد. فهل كان عمل الكاظمي كما رأى التقرير، أم أنه ارتقى إلى مستوى الطموح في الستة أشهر الماضية؟ مرحبا بكم. اتهامات تحاصر حكومة الكاظمي، ترفع عنها غطاء الاختلاف عن الحكومات السابقة وتضعها موضع المتهم. حكومة شيدت بنيانها بعد تظاهرات تشرين وسوقت نفسها ممثلة لأحلام المحتجين. الأزمة فرضت على حكومة الكاظمي أن تكون مختلفة عن سواها، لكن السيف الذي لوحت به للفاسدين يشهر في وجهها. صدمة التجديد لشركات الهاتف النقال فتحت باب التساؤل، ما مدى جدية حكومة ترفع شعار محاربة الفساد وتجدد عقد النقال؟ ربح فاحش وخدمة سيئة وكلفة عالية قوبلت بعقد طويل الأمد وتسهيلات في تسديد الديون. مراقبون يعدون خسارات الحكومة في مواجهاتها علامة فارقة. الحكومة تجد في الإعلام ميدانها المفضل لكسب الحروب، لكنها تخسر على الأرض فرص الإصلاح والوعود بالتغيير. الحكومة تصد بدرع من قماش رماح الاتهامات. مشككون بقدرتها على تجاوز الأزمات يرونها ناكثة لوعودها، كما يرونها تسخر آلتها الإعلامية لتضخيم إنجازاتها. وعدت بما لا تستطيع فعله، وجبل تشرين الذي تعتصم به لم يعد حاميا لها من طوفان الغضب، لا سيما أنها لم تقدم قتلة المتظاهرين للعدالة. سياسة حكومة الكاظمي المالية موضع انتقاد كبير من الشارع والبرلمان. إصرارها على الاقتراض يهدد المستقبل المالي للبلاد. حملة السيطرة على المنافذ لم تظهر بأرقام فارقة تكشف حجم النتائج. حكومة الكاظمي غارقة بقرارات لا سبيل لتنفيذها. ليس في يدها كل الحلول، لكنها سجينة بقفص من ذهب لآلاف الوعود. من جديد ارحب بكم مشاهدينا الكرام، من خلالكم ارحب بضيوفي الكرام السيده احلام الحسيني عضو المكتب السياسي لتيار الحكمه. ارحب بحضرتك سيده احلام، اهلا وسهلا بحضورك ويانا، وكذلك السيد حسين علاوي استاذ العلوم السياسيه في جامعه النهرين وعضو الفريق الحكومي. ارحب بحضرتك دكتور حسين، اهلا وسهلا بك. وكذلك انضم معي عبر سكايب من الولايات المتحده الامريكيه، ما اعرف تحديدا يا ولايه هو راح يقول لنا، السيد علي فاضل رئيس المنظمه العراقيه الامريكيه لمكافحه الفساد. المخرج يقول لي من واشنطن. مرحبا بك سيد علي. اهلا وسهلا بك، شرفنا حضورك. حضرتك ولقناتكم ومشاهديكم وضيفك الكريم. حياك. نبدا من السيد احلام الحسيني. 6 أشهر مضت على حكومه الكاظمي، يعني لا تبدو هذه الحكومه ملبيه للطموحات فيما يتعلق بكل الامال التي علقت عليها وكل الوعود التي اطلقتها هي،
على صعيد مكافحة الفساد وعلى صعيد القبض على سبيل المثال على الجنات الذين قاموا بقتل المتظاهرين والناشطين وعلى صعد أخرى مختلفة. طبعا في المقابل أكو أراء تقول لا أنتوا شوي العراقيين تستعجلون نوعا ما، بالعكس أكو إنجازات وأكو أشياء زينة بهذا الاتجاه. جنابك أو الحكمة شلون تشوف أداء الكاظمي خلال الست أشهر اللي مضت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لحضراتكم. حياك. لحضرتك ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. يعني الحقيقة أولا إذا إحنا ردنا نتحدث على الأداء فعمر الحكومة حاليا هو ست أشهر. زين. ولابد أن نكون منصفين في التقييم. يعني في ظل وضع في العراق وضع يكاد أن يصنف بأنه وضع صعب جدا وشائك ومعقد، خصوصا بالتأثير الخارجي على الوضع العراقي، ثم الوضع العراقي الداخلي من بنى تحتية، من خدمات، من وضع اقتصادي، من غيرها. فأعتقد أنه فترة الست أشهر غير كافية لأن يكون هناك منجز واضح فيها. إيش قد يكون كافية؟ يعني إحنا أول قضية خلينا نجي نقول أنه هذه الحكومة ما هي المهام التي كان يراد من عندها أن تأديها؟ يعني ما هي مهام السيد الكاظمي في ظل حكومة انتقالية بعد السيد عادل عبد المهدي؟ كانت الأولوية هي قضية الانتخابات والانتخابات المبكرة. وأعتقد أنه اليوم هناك قرار بإجراء الانتخابات في حزيران. هاي المهمة الوحيدة؟ إذا تسمح لي يعني أوصل الفكرة. زين. ثم بعد ذلك القانون الانتخابي وتمت المصادقة على التصويت عليه في مجلس النواب العراقي. أعتقد هي هاي المهمة اللي تعتبر المهمة الرئيسية وليس المهمة الوحيدة. الوضع الآخر اللي هو كان توفير بيئة أمنية مهمة ومستقرة لإجراء الانتخابات والرجل يعمل، وإحنا نعرف كل زين حجم التحديات في حصر السلاح بيد الدولة أو غيرها من إجراءات أخرى. المهمة الثالثة اللي هي الوضع الاقتصادي، وكنا نتحدث مع الدكتور قبل أن ندخل إلى الاستديو، الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحتاج عقول اقتصادية لمعالجته. يعني الوضع الاقتصادي الشائك الذي يكون في تماس دائما مع المواطن. فلذلك أعتقد أنه كثير من التحديات وكثير من الأمور اللي واجهت الحكومة وهي أيضا تراكمات. هذا إحنا حتى نكون منصفين لا يعني بالضرورة دفاع عن السيد الكاظمي. السيد الكاظمي تحمل أن أن يكون متحمل لمسؤولية، والمسؤولية في العراق مسؤولية صعبة. لا يريد يتحمل مسؤولية غير بالتأكيد. ولذلك هذا سؤالي، السؤال مالتي. لا هو أنا اللي أنت جنابك تقولين. نعم. حتى نكون منصفين، وحتى نكون منصفين نلزمه بما ألزم به نفسه. جيد. نروح عليه ونحاسبه على البرنامج الحكومي اللي قدم المجلس النواب، وهذا متفق عليه وتم التصويت عليه. أما أن نسوق له المبررات فمن الممكن أن نقول بأن كل رؤساء الوزراء السابقين عملوا في ظروف حالكة وصعبة. جيد. إحنا هنا ما نجد المبررات للسيد الكاظمي، ولكن نقول ما هي مهام هذا الرجل. زين. عندما جاء وتصدى لرئاسة الوزراء لابد أن نحددها. زين. وهل أنجز جزء من عدها أو لا، وعلى أساسها يجري التقييم. يعني أنا اليوم ما هي المهام الموكلة إليه؟ أجد أنه هي الأولوية أن يجري انتخابات مبكرا. ممتاز. وهذا كان مطلب جماهيري ومطلب مرجعي أيضا في نفس الوقت. ممتاز. دكتور علاوي، حكومة الكاظمي في مرمى اتهامات عديدة تتعلق في مستوى الأداء، تتعلق في الآمال التي علقت عليها وكأنها هي حكومة ثورة، يعني حكومة جاءت بعد انقلاب، يعني مو هي حكومة نظام سياسي ناتج عن نفس الحالة التوافقية التي جرت. أكو نقطة غاية بالأهمية اللي هي قصة مكافحة الفساد. نعم. هناك العديد من الانتقادات التي وجهت للطريقة التي استند عليها السيد الكاظمي في مكافحة الفساد من خلال تشكيله لهذه اللجنة التي ذهبت لمخالفات دستورية وقانونية كما يعتقد البعض. شلون تشوف الموضوع بهذا الاتجاه؟ يعني أولا مساء الخير عليك. مساء الخير على السيدة النائبة السابقة وكذلك عضو الحزب السياسي في الحكمة، وكذلك مساء الخير على ضيفنا الكريم من واشنطن. حياك. والمشاهدين الكرام، أنا أتوقع أنه السيد الكاظمي لأول مرة يخرج لدينا رئيس وزراء يستخدم نظرية. زين. هذه النظرية في مكافحة الفساد قائمة على البحث عن أس الفساد المتحرك داخل الدولة.
وهذا أس الفساد المتحرك داخل الدولة. كانت هنالك 30 قضية مكتملة من حيث الملفات الأساسية، مجموعة من أجهزة حكومية عراقية اتحادية. سواء ما لذبها وعوفك تعديها ما تعديها، لا تسمعني بس، هاي النظرية ما الأس المتحرك شنو هي؟ أي هسر مرحلك يا هسر حوصلك يا. فهذه النظرية تقوم على أنه هنالك محركات ومغذيات إلى الفساد داخل الجسد الحكومي، وبالتالي هذه 30 قضية منها التقاعد، منها الاستثمار، منها كذلك قضايا المالية إلى آخره، عندما تفصل هذه القضايا وتتعاطى معها ستنفصل شبكة العلاقة الموجودة بين القوة السياسية التي هي قد تكون من خلال المكاتب الاقتصادية التي كانت مؤثرة وأعطيت أو أعطيت 8000 مشروع، منها نفذ 2000 و6000 الآن معلقة، والكل يتحدث عن 6000 مشروع نسبة إنجاز بين 10% إلى 60% أو 50%، ولم تنفذ حتى أن هنالك مستشفيات الآن كبرى ونحن في ظل جائحة كورونا ولم تفتح، وهذا هو السبب أنها متعلق بملفات الفساد المرتبطة بعملية الإنشاء والتوليد لهذه المشاريع. وبالتالي عندما قطعت العلاقة كذلك قطعت العلاقة مع الشركات التي كانت تستحوذ على مشاريع خاصة بعمليات الإعمار والبناء والقطاع المالي إلى آخره، ولذلك هذه 30 قضية قد تتطور خلال المرحلة المقبلة إن نجحت الخطة الأساسية للحكومة العراقية، وتوقع أن هنالك نسبة نجاح بنسبة 60% إلى 70% قد نجحت. هو تعامل ويا ملفات بس يعني هو جاب ملف واستهدف به الناس المتهمين. طبعاً هنالك 30 ملف أساسي. هو بدأ ملف الاستثمار والتقاعد كل وملفات أخرى في قطاعات أخرى. الاتهامات التي تطال هذه اللجنة هي أنها سلكت سلوكا غير قانوني. خليني أقول لك شنو هذا السلوك القانوني. إحنا ما نعلم أنه هل هذه اللجنة تقوم بتحقيق ابتدائي أم بتحقيق قضائي، هل أن هؤلاء المتهمين اللي الملقى القبض عليهم يتمتعون بكل حقوقهم كمتهمين، عندهم محامين، هل هم يعرفون بهم وين محتجزين، هل هو تحت إشراف قضائي إلقاء القبض عليهم؟ ليش طولوا هالقد هاي المدة كلها تحقيق لو محاكمة لو شنو بالضبط؟ أولاً أستاذ حسام، اللجنة صدرت بأمر ديواني وهذا الأمر ديواني كان واضح جداً ما هي الجهات التي ستكون هذه اللجنة، وهيئة النزاهة هي واحدة من اللجان وكذلك مجلس القضاء الأعلى. هذه لجنة قانونية، وبالتالي الكلام أنه الذي تحدثت به أنه غير دستورية، لا، نتوقع اللجنة دستورية وملتزمة بالدستور، لكن بالفعل مثل ما ذكرت حضرتك ما سوق أنها تحقق في القضايا بشكل نهائي وهو كلام غير صحيح، لأن هنالك فصل في السلطات، وبالتالي التحقيق لهذه اللجنة هو تحقيق ابتدائي، ولذلك تم انتداب قضاة. بس ما كنت تحقيق ابتدائي طول يا أخي 3 أشهر، ما حتى الدستور ما يقبل هذا الشيء. شوف لا تسمح لي، هذه قضايا معقدة وقضايا قد تبحث. أنا قلت لك أكو ثلاث مسارات الآن أو 3 ليفلات. الليفل الأول أو المستوى الأول هو قوة سياسية ترى بالمقابل متهمة بعض أفراد يعني متهمين بتسهيل عمليات الحصول على المال العام وهدرة وبالمقابل التعاقد عليه، وكذلك هنالك شركات كذلك متهمة أو شركات ليس لديها مركز مالي وأخذت عقود وأخذت تراخيص وأخذت استثمارات إلى آخره وليس لديها القدرة على تنفيذ المشاريع، ولا وليش أكو 6000 مشروع الآن متلكئ، مشاريع كبرى يعني بالمناسبة مو مشاريع صغيرة. زين تفضل بالبقاوي يا دكتور إذا تسمح لي، راح أرجع لجنابك مرة ثانية وأستفهم عن هاي الملفات اللي تقول عليها، بس خليني أسأل ضيفي السيد علي فاضل وهو متخصص في مكافحة الفساد ولديه منظمة تعنى بهذه التفاصيل. هسه قبل ما أبدي وخارج قوس أريد أسألك أنت علي فاضل لو حيدر الصدري لو منو بالضبط على مود أعرف شلون أحكي وياك يعني. أهلا وسهلا بك. بالله عليك تقول لي حيدر الصدري حتى يقول لك حيدر الصدري، ليش هل تخفي يا أخي تقول عن نفسك علي فاضل؟ لا حتى أشرح لك. تفضل. أولا هذا الموضوع يعني الموضوع رخيص برخص اللي قال العائل استثمر. زين. اللي ذكر هذا الموضوع هو أحمد الجبوري أبو مازن. زين هنا بهذا البرنامج. لذلك أنا لذلك أنا أمنحك حق الرد. تفضل. أي نعم. إضافة لذلك يعني حيدر الصدري عنده أكثر من بث مباشر وتقريبا يعني الكثير من العراقيين يعرفون شكله ويعرفون وين ساكن وعندهم تواصل وياه، ولكن استهداف أحمد الجبوري أنه يذكر اسمي هو شخص. ليش شخص؟ لأن أحمد الجبوري لأن أحمد الجبوري يعرف أنه أنا أحد أسباب دخول اسمه في القائمة السوداء في وزارة الخزانة الأمريكية، هو وليس الخزعلي وقيس الخزعلي. أوف
بالله الاسمين الثانيين عفوا على صف حتى مشكلتك ويا احمد ابو مازن الاسمين الاخر بس خليني اسالك انت احد اسباب ادراجه في قائمه في القائمه الارهاب او قائمه البلاك ليست الامريكيه معقوله والله طلعت خطير يا اخي لا هي منظمه هي اساسا يعني المنظمه شلون شلون كنت واحد من هاي الاسباب اشرح لي لان الرجل يعني حسب الادله والوثائق يمول الارهاب يعني احمد ابو مازن بالنتيجه وزاره الخزانه الامريكيه تحتوي على محققين يعني مو يجي اي واحد يجيب لهم وثيقه ويصدقون ويدرجون لا اكيد هذا تحقيق موجود متابعه واشراف على ضوء هذا الشيء على ضوء الادله اللي موجوده عندي على ضوء الوثائق اللي وصلتني من بعض الموظفين وبعض المدراء عامين في محافظة صلاح الدين وباقي الوزارات تثبت أنه أحمد كبوري كان يمول الإرهاب ولذلك سلمت هذا الكلام يعني. هذا الكلام على مسؤوليتك سيد علي حق الرد كذلك مكفول انا بدي ادخل في اطار السؤال الاساسي لموضوع حلقة اكمل الفكره اي كمل بس على عجاله لان بدي اسالك اي نعم اي كلام انا راح اذكره خلال الحلقه انا على برنامجك جري والضيوف يتكلمون براحتهم ولكن اي كلام يصدر من عندي انا مسؤول عليه نعم وحضرتك والقناه غير مسؤولين نعم. عليه وحق الرد مكفول بما فيهم ابو مازن يعني. نعم فنرجع الموضوع انه ابو مازن مثل ما ذكرت انه الادله تثبت انه هو مو مول للارهاب هو يعرف هذا الشيء ويعرف انه انا وصلت يعني انا اللي سلمت الادله لوزاره الخزانه الامريكيه فصار استهداف شخصي والا انا مثلا موجود ومتابعيني اكثر من 170 الف على تويتر اكثر من 400 او 500 الف على فيسبوك ليش استهدفه وليش اضافه لذلك يعني هل من المنطق يعني رجل يتعامل مع وزاره الخزانه الامريكيه يتصل بشخص ممتاز يعني تعتبر وزاره الخزانه ارهابي مثلا ممتاز يعني انا خلينا نطب للموضوع شنو رايك حتى نستثمر الوقت سيد علي خلينا نطب بصلب موضوع الحلقه اريد اسالك السؤال اللي وجهته لضيفي الكريمين هنا في الاستوديو ويمكن استمعت لما قاله هم يعتقدون عكس ما يعتقد البعض ومنها المنظمة الأمريكية التي كتبت هذا التقرير الذي يقول بأن الكاظمي لم يوفي بوعوده فيما يتعلق بملفات أساسية بضمنها مكافحة الفساد هل تعتقد أن السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد انتهج نهجا جديدا بهذا الإطار هل تم تحديد الفساد في العراق في مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر؟ لا ابدا استاذ حسام مصطفى الكاظمي والحكومه بشكل عام اللي يترأسها مصطفى الكاظمي غير جاده في مكافحه الفساد والدليل انه حتى هاي اللجنه اللي شكلها هي لجنه مكافحه الفساد هي فقط للاستهدافات الشخصيه والا الكاظمي لو 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 يريد بالفعل يكافح الفساد لالتفت يمينا وشمالا يعني الفاسدين موجودين دائره هاي نقطه النقطه الثانيه انا راح اضرب مثال بما انه يعني عنوان الحلقه اليوم ايضا بخصوص موضوع الشركات الهاتف المحمول هاي وثيقه استاذ حسام صادره من محكمه الرصافه المتخصصه بقضايا النزاهه وغسيل الاموال رقم العدد 11936 في 29/11/2017 هاي الوثيقة تقول هذا قرار صادر بحجز أموال شركة بوابة العراق ومالكها محمد علي ترشف اللي هو مدير رئيس شركة زين بناء على معلومات تفيد بأن هاي الشركة شركة بوابة العراق وأحد عشر شركة أخرى تابعة لمحمد الترشفي أبو شركة زين متهمة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في 2017 في 29/11/2017 كان مصطفى الكاظمي رئيس لجهاز المخابرات. زين. إذا هاي الشركة وهذا صاحبها رئيس شركة مدير شركة زين. شلون الكاظمي يجدد له يعني يجدد الرخصة؟ يعني هو بقته صار رئيس جهاز مكافحة جهاز المخابرات الوطني ما له علاقة بالفساد ولا له علاقة بمكافحة مو مهمته يعني. لا ما له علاقة بالفساد، أنا ما قلت فساد، أنا قلت غسيل أموال تمويل الإرهاب، جهاز المكافحة جهاز المخابرات زين. شغله. زين. ما له علاقة بالإرهاب وما له علاقة بغسيل الأموال هذا مو منطق. زين. متهم محمد الترشفي مع عنده 11 شركة بما فيها شركة بوابة العراق، بالمناسبة بوابة العراق هي المسؤولة
على اصدار مطالبه. اجت الحكومه ممتاز، اجت الحكومه جددت الشركه زين اللي هو محمد تشرشفتش، ما اعرف واحد من مدراها وما اعرف شنو موقعه انا بالشركه حقيقه ما اعرف. هذا يعني ان الحكومه غير جاده مكافحه الفساد، لو ايش تريد تقول بالضبط سيد علي؟ غير جاده، لان نفسه مصطفى الكاظمي في عام 2017 عندما كان رئيس جهاز المخابرات زين دخل وساطه بين محمد تشرشفتش مع بهاء عبد الحسين رئيس شركة تلكيكار زين اللي اعتقلوه قبل فترة. اي ووساطة على شنو؟ وساطة لأن كانت خلافات بيناتهم، والكاظمي بلغهم أنه أنتم سووا شركة متحدة زين. لأن مثل ما نعرف أنه إحنا مصطفى الكاظمي وراء برا شنو وثيقة العدة والله؟ برا عنده أسهم في شركة زين. شنو وثيقة العدة أستاذ علي؟ أستاذ علي يحكي وياك دكتور قاعد تحكي علاوي إحنا عوالق قاعدين بالفيسبوك الوثيقة يعني أستاذ علي عزيزي أستاذ خليك أستاذ علي هذه قضايا أنت قاعد تتكلم عليها. يعني أولا عندنا إحنا المجلس الأعلى لمكافحة غسيل الأموال مكافحة الإرهاب، وهذا مجلس مشكل برئاسة البنك المركزي بالمناسبة، وهذا كان يركز على عمليات غسيل الأموال مو مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، لأنه قضية مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب هي خاصة بالقانون بالأخير. هي هاي الوثيقة كل سهل كان ممتاز. هاي الوثيقة حققت إنجازات جيد. هاي الوثيقة اللي عندك شنو دي يسألك دكتور حسين يسألك، هو من حقه يسألك شنو هي الوثيقة اللي عندك اللي قاعد تحكي عنها؟ أي اتفاق وقال اتفاقات وهاي نعم نعم تفضل ليش؟ أنا ما قلت مكافحة الإرهاب، قلت تمويل الإرهاب. إيه صحيح كلامك والله صحيح. ومكافحة الإرهاب. زين. النقطة الثانية أنا نطيتك العدد 11,936 في 29/11/2017 الوثيقة صادرة من محكمة الرصافة المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال. قرار قاضي حول شركة بوابة العراق وأحد عشر شركة أخرى التابعة لمحمد الشرشفتي اللي هو أنا أقول هو أحد من أوصل مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الوزراء عن طريق علاقته مع برهة الطالب. هاي وقف لا تعبرها عيني. لحظة أستاذ علي، أنت تقول جاب محمد تشرشفتي لمصطفى الكاظمي عن طريق علاقته، شنو هذا الموضوع؟ مو سهل، قل لي يا شنو، اشرح لي يا شلون، على مود أن دكتور حسين ما مقتنع بحكيك أبدا. يعني نصفط أستاذ علي عزيزي. لا والله عنده معلومات الرجل، ليش عنده معلومات؟ الله يخليك، هاي حكي من الفيسبوك والله العظيم. أستاذ علي عيوني، احنا في جلسة يعني تكاد تكون علمية زين ورأي عام. لا ما يخالف عنده هو لا بس اسمح لي، أولا من وافق على سيد الكاظم القوة السياسية العراقية وندري شلون الوضع السياسي كان ملتهب جدا وكيف انه الوضع السياسي وصل الى مرحله انزلاق كبيره جدا، فتبرير هذا الموضوع ودفعه بهالسهوله استاذ حسام يعني اتمنى خلينا نغادر هذا الموضوع. اذا هو الاخ عنده وثائق يعرض لنا اياها هسه الان، ليش نغادر الموضوع؟ يعرض لنا اياها عزيزي، يعرض لنا اياها البينه على من ادعى لا هسه احنا مو مال بينه، لا هوايه ده نجهل الناس خطيه بالشارع. ما يخالف احنا ده نعطي راي عام. لا والله انا احترم شهادتي بالله، ما ادخل بيك ترى متاهات. لا تدخل لا يعني خلي هاي متاهات. دكتور هو رايه دموعي وقت سمع رأي حرامات دموعي نسمع رأي وبعدين أنت رد بالطريقة اللي تعجبك. إيش وقتك من ذهب مثلاً؟ أستاذ علي. إيه طبعاً وقت ثمين. لا سمحت أستاذ علي، لا سمحت. إيه بما أن وقتك ثمين وغيرك هم وقت ثمين. أستاذ علي. إذا تسمح لي جنابك أنت. أستاذ علي أنت طلقت اتهام كبير. ودكتور حسين ده يقول انه يابا رئيس الوزراء معروف شلون يعني وكأنما مصطفى الكاظمي كتاب لا ريب فيه. يعني ما اعرف هو ليش الاستاذ على الاقل خليني اكمل فكرتي. يعني مصطفى الكاظمي اوكي محصول. اوكي بس هو الوقت مو كله لك، يعني لك دقيقه انت تقول ما قاعد تعطي وقت بما هو قال كلمه مهمه يا اخي. احنا ولا كلمه مهمه الله يخليك والله العظيم يعني غيرك وثائق غير هسه هذا البرنامج الحكومي هذا هي يعطي وثيقه حكوميه وافق عليها البرلمان مو كلام احنا قاعد نقوله بكيف 50 ثانيه خلي يقول المعلومه بس نسمعها على الاقل نناقشها على الاقل ترد عليها يا لو سمحت باختصار وضح لي هاي الجمله على مود اروح الضيوف وبعدين ارجع لك سيد علي اذا تسمح لي. استاذ حسام ترى هذا مو انصاف، انا اولا ما قاطعت احد. ما يخالف بس هو الاستاذ علي يما ورقه وقلم بالمفروض ممتاز مثل ما بس قل لي هاي المعلومه اذا سمحت استاذ علي، قل لي هاي المعلومه اللي اطلقتها احكي لي اياها قبل لا اطلق. تفضل استاذ حسام يما
وقلم. يمك ورقة ورقة وقلم. خليه يروح إلى محكمة الرصافة. عوف المحكمة عوف المحكمة أستاذ. أنت قلت محمد تشرشفتشي جاء هسه ما أدري شلون. هو يقول جاب رئيس الوزراء. شلون جابه شلون؟ أنا قلت أحد الأشخاص اللي دخلوا في تنصيب مصطفى الكاظمي عن طريق علاقته مع برهم صالح، لأن برهم صالح عنده أسهم في شركة زين. معروف محمد الشرشفتشي عنده هاي الشركات، ولكن مصطفى الكاظمي عندما كان رئيس لجهاز المخابرات محمد الشرشفتشي متهم بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. شلون مصطفى الكاظمي وهو رئيس وزراء يجدد رخصة ممتاز الاتصالات. ممتاز ابقى وياي سيد علي، انا راح ارجع لك مره ثانيه سيده. يعني احلام هو قال معلومه ودتنا الى منطقه اخرى، بس ربما يعني ربما البعض ما اعرف هي مناكفه سياسيه او والرجل مو سياسي، الرجل عنده منظمه معنيه في مكافحه الفساد ويتبع مجموعه وثائق وعنده تعامل على فكره مع وزاره الخزانه ومع المحاكم الامريكيه ومع المحاكم العراقيه كذلك بشكل او باخر. يعني لا يخفى ان هناك حديث عن مثلا قصه الاتصالات اللي صارت، تجديد عقد الاتصالات، واكو تشكيك انه هاي الحكومه ايضا تورطت بمساحه الفساد بهاي القصه وباعتراف القضاء بهاي القصه وقصص اخرى. يعني هل يعقل ان نتهم هذه الحكومه بهذا الامر؟ لا والله مو منطقي برايك وبتقديرك. يعني احنا اذا اردنا نتحدث عن الفساد ومكافحه الفساد في العراق، فاعتقد من 2003 ولحد هاي اللحظه يمكن لو تقعد تجرد عدد المؤسسات المعنيه بمحاربه الفساد تجد يمكن انه حقيقه لو ادت دورها الحقيقي لكان ماكو نسبه فساد يعني في العراق 1%. وابسط ما يكون هي هيئه النزاهه، لجنه النزاهه النيابيه، عندك الادعاء العام. يعني هسه حضرته دا ينطي معلومات، المفروض الجهات المختصة المعنية أن تتواصل ويا تعرف دقة هذه المعلومات، هل أكو وثائق تثبت ما تفضل به الدكتور. أنا أيده، يعني ليس محاربة الفساد هو أن نطلع بالإعلام أو أن نتهم سين أو صاد، من بقدر ما أن نتجه إلى المؤسسات المعنية لمحاربة الفساد وطرح الوثائق عليها. أنا هذه أشوفها طريقة أسلم وأحسن، أما أن ندخل في مناكفات وهذا وفلان وعلان. إذا تسمح لي سيدتي، بس هو سؤال من ضمن اللي قلتي جنابك، هل يكفي أن نذهب إلى المؤسسات القضائية والمؤسسات الرقابية؟ لا، شنو دورها؟ لا هو أقول يعني هل هذه أنا أسألك دكتور ما هو دورها بعدد الكوادر العاملة بها وبعدد الموازنات المخصصة لها؟ أنا أسأل أقول ما هو دورها؟ يعني لو كانت هناك إرادة حقيقية لمحاربة الفساد، ما هو دور هذه المؤسسات؟ لماذا نشرع بتأسيس مؤسسات أخرى جديدة ونثقل على كاهل الدولة في الميزانية وغيرها؟ اللي نحتاجه في العراق لمحاربة الفساد ليس أن نطلع يعني على الإعلام ونحكي فلان وعلان، بقدر ما أن تكون هناك إرادة حقيقية من كل المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد لمحاربته. وأبسط ما يكون يعني ويمكن الجهة المعنية أنا برأيي هو مجلس النواب العراقي من خلال دوره الرقابي في كل لجنة هي عندها دور رقابي على وزارة معينة، على مؤسسة معينة. سيد أحلام، على الورق ما تقولين، يعني أنا راح أنطيك مثال على الورق ما تقولين، دكتور أنا راح أنطيك مثال، اسمحي لي بس خليني أسألك. نعم. على الورق ما تقولينه صحيح، لكن هذه المؤسسات دور الرقابي لمجلس النواب أولا، الهيئات الأخرى المستقلة المعنية بهذا الأمر، ديوان الرقابة المالية، لو كانت تؤدي مهامها بالشكل الحقيقي وتتجاوز العقبات السياسية ما يضطر السيد مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضايا، ولا يضطر السيد عادل عبد المهدي لتشكيل مجلس. لذلك نقول ما هي يعني عام 2012 تم تشريع قانون، جزء من عنده هو صندوق استرداد أموال العراق اللي خارج من 2012 لحد الآن. هذه كم سنة؟ 8 سنوات. لو أنا تابعت طبعا هذا الموضوع، لو ترجع أنت تشوف إيش قد استردوا من أموال العراق اللي هي خارج العراق. هسه هذا أنت عندك قانون ومشرع لك ومنطيك البور القوي بأن تمارس مهامك ودورك، إيش قد نسبة أنت المنجز اللي حققت ليها؟ ولذلك أنا أعتقد أنه حتى نحارب الفساد لابد من كثير من الأمور، الإرادة الحقيقية الموجودة، ثم تفعيل المؤسسات المعنية. أعتقد أنه الذهاب
الذهاب إلى الإعلام والمناكفات والصراع السياسي وفلان قال وفلان دكتورة حكي هذا لا يجدي نفعا. أنا برأيي لا يجدي نفعا يعني. الإعلام أختي الكبيرة المحترمة في العالم كل الإعلام والصحافة تساهم بل تكون الحلقة الأولى لكشف ملفات الفساد. أنا معك يعني أنتوا تريدون شنو مثلا لا لا. صفحة فيسبوك لا لا. إحنا نساهم أيضا نكشف الملفات. أنا أؤيد اليوم الأخ عنده معلومات معينة أكو جهة معنية أن تسمع هذه هو ماشي المعلومات هو يقول الادعاء العام هو قال هو الرجال قال أنا ماشي يروح بيها يحقق بيها أي هو يقول يعني أنا ماشي بيها ولذلك إحنا عندما نتحدث بقضية الفساد أو بأي قضية أخرى أنا يجب أن أحترم المتلقي أحترم المواطن اللي يتلقى من عندي المعلومة ولا بد أن أرتقي بي مو أنه أنا أدخله في صراعات ونتيجة الصراعات اليوم نتيجة الصراعات هو بجزء من عنده لضرب مؤسسات الدولة نفسها يعني هذه الصراعات السياسية وهذه المناكفات أنا أجد بجزء مهم في ضرب مؤسسات الدولة وإضعافها بشكل غير طبيعي في يعني بشكل أو آخر مرة تكون غير قادر كحكومة على إيقاف هدر المال العام وعمليات الفساد المنظمة لأن هي معقدة ومركبة وبها حماية سياسية هذا يسمونه فشل أنت فشلت بأداء مهامك منو فشل أي واحد أي حكومة أي بس أي بس قلت ليش قاعد تريد تحمل الكاظمي هذا لا ما دا أحمل أنا دا أقول فيك بشكل عام أي حكومة لم تستطع هذا نقول عليها فشلت لكن أن تشترك في عمليات فساد منظمة بمنطقة أو بأخرى هنا تورطت هي نفسها بعمليات فساد اليوم أكو اتهامات توجه للي قاله السيد علي واللي يقوله غيره أكو اتهامات توجه يعني نحتاج من الحكومة أن توضح بعض التفاصيل التي تتعلق على سبيل المثال بتجديد التعاقد على شركات الاتصال لا شوف على, على القصة التي أثيرت فيما يتعلق بالتنافس بين اللي ذكره الشخص اللي ذكره محمد تشرشفشي اللي أنا ما أعرفه الله شاهد عليه يعني وهذا الشخص الآخر اللي هو أبو كيكارد هاي هذا كلام عنده وثيقة على عنده وثيقة لا سامع عنده وثيقة والأخ هو يقول عندي وثيقة بس لا لا هذا الكلام هسه اللي يقول يعني شنو هو دولة يسجل ريكورد كان إذا أوفر فرصة للرد من خلال هذا المنبر تفضل رد كيف ما تشاء حبيبي ساح سامعين أول الحكومة العراقية عندها مدقق مالي يشتغل مع الحكومة العراقية لتدقيق كل العقود الحكومية بس الحكومة العراقية بالمقابل خلينا نكون واقعيين الحكومة العراقية الآن عندها أولويات وحتى اليوم السيد الكاظمي واحد من الأولويات عاد النظر به وقضية التعداد السكاني لأن إحنا عندنا الأزمة المالية العالمية وهذا محتاجة أموال وفلوس مو كلام يعني صحيح. على الورق شيء آخر يعني تكلم الأخ على قضية مكافحة الفساد وكأنه الموضوع الآن إنه حكومة السيد الكاظمي هي حكومة فاسدة وتريد إحنا نحملها التركة هاي مال 17 سنة إله هذه وحدة هاي نقطة والنقطة الثانية وكأنه كذلك المؤسسات اللي دفعت شهداء عندنا هيئة النزاهة دفعت شهداء عندنا ديوان الرقابة المالية هذا الديوان العريق اللي دفع شهداء هذول كلهم ترى كانوا يكافحون الفساد بس بالقدرات الإمكانيات اللي عندهم المشكلة في قضية مكافحة الفساد انه ماكو اراده سياسيه يعني هاي الثيوري اللي انا اشتغلت يعني جزء استاذ علي ما شفته في اليوم انا والله بمؤتمر بالنزاهه جزوه رايح محتك بيهم ملتقي بيهم والاخر بس انا شفت القدرات مال هيئه النزاهه هيئه النزاهه عملت عمل كبير جدا لكن المشكله الاساسيه الاراده السياسيه لمواجهه الفساد ما زالت تكاد تكون معطله ولذلك في زمن الحكومه السابقه اسس مجلس على الفساد لكن لم يصل الى نتيجه والان وصلنا الى نتيجه ليش لانه ما رحنا على تعتبر هاي اللجنة وصلت لها نتيجة؟ اي طبعا عرفني على هاي النتيجة هسه اقول لك قلت لك 30 قضية هذه ال 30 قضية ممكن تتوسع خلال المرحلة المقبلة ولكن هذه ال 30 قضية من تفصل انت المحركين للفساد ان كانت من اطر سياسية او جاية من اطر عملياتية من شركات ومؤسسات الاخرين خليتهم طايفين بالاخير فبالاخير انت الان تبقى انت شلون تشتغل وتتابع القضايا الاخرى اللي مرتبطة بهذه القضية الثلاثين لانه هذه الثلاثين ممكن تولد 120 قضية بالمناسبة وهذه هي الفكرة الاساسية ترى بالنظرية اما انه يجيك واحد مو اسمح لي تفضل حساب خلي وضع اعطيني وقت مثل ما اعطيت للاخ علي اوكي خذ وقتك بس انا حقها مسئلك اكو تجارب دولية بالعالم في مكافحة الفساد لأنه تحتاج أول شيء أنه أنت
تعرف منين تضرب هذه الأرض الكبيرة جدا بالأرض الموجودة عندنا الآن بالعراق، وتعرف بالمقابل كيف تسندها قانونيا، وكيف بالمقابل أنه تمشي بها، لأنه الآن الواتساب مشتغل ما شاء الله، أنه هذول أهاليهم والمحامين مالتهم ما يقدرون يزوروهم، ومرة قالوا أنه تعرضوا للتعذيب. أنا ما أتوقع هذا الموضوع، لأن مجلس قضاء الأعلى كذلك سيشرف على التحقيقات الأولية، سيشرف يشرف الآن هو يشرف زين، وسيتابع هذا الموضوع، وبالأخير كل اللجنة راح تسوي تحقق تحقيق أولي. وأوامر القضاء ترى بالمناسبة سربت بالواتساب وسربت الأقري، وكانت هي أوامر قضاء صادرة من مجالس مجلس القضاء الأعلى، مو من غير يعني، مو من الحكومة العراقية. أنا أريد أجمع لك مجموعة من شو تسميها أنت، تسميها فيسبوك، مجموعة من المعطيات التي جمعت من قبل بعض الخبثاء. ليش خبثاء؟ قول معلومات. معلومات يعني معلومات. وانت تعتبرهم خبثاء؟ لا ما انا اعتبرهم خبثاء، انا اقول لك والله اعتبرهم، اقول معلومات. لا انت قاعد تقول اولا مفارقه كبيره ان تبدا الحكومه بتشكيل لجنه، المواطن يكون عنده وعي لمحاربه الفساد. ايوه هذا شيء جيد طبعا، هذا شيء جيد معلومه يعني يرفد بها بالايد اليمنى، تشكل لجنه تقول هاي اللجنه ضاربه ولازم تصل لنتائج ل30 ملف كبدايه، وممكن تتوسع، وبالايد اليسرى تجدد العقود لشركات الاتصال بطريقة قال عنها القضاء بأنها إهمال فاحش، وقد وممكن أكون دعوة أخرى لتلقي رشاوى للمسؤولين كبار بهذا الصدد. هنا من حقنا نجي نسأل بموجب، خليك من سؤال يا أخي، أنا من حقي أجيب المعطيات هاي وأجمعها وأقول هل هي مكافحة فساد أم هو تعامل بازدواجية من أجل مصالح سياسية محددة؟ سال حسام حبيبي، هم وين كان مجلس النواب؟ وين كان القضاء العراقي؟ وين كانت كلها كانت أطراف فاعلة في هذا الموضوع؟ أنا أتوقع أن محمد توفيق علاوي كنا نتذكر من طلع وقال نريد نسوي الرخصة الرابعة، وكيف صار الأمر وصارت الخلافات السياسية ووصلنا إلى هذه المرحلة. أنا أتوقع هذا الموضوع الآن في كسب سياسي أكثر ما أنه كسب اقتصادي للمواطن العراقي. هذه واحدة نقطة أساسية. أنا ويا المواطن أنه نحصل على خدمة جيدة ونحصل على شركة جيدة وعقد جيد وممتاز. كل هذا اللي صار الآن اللي يراد يقال أنه حكومة الكاظمي هي اللي وافقت إلى هذه الشركة، هذا كلام غير صحيح. إيه حكومة الكاظمي؟ أي اسمحني بس أعطيني مجال. ليش؟ لأنه منح الرخص الأولية، الرخص الأولية منو منحها؟ هي غير هيئة الإعلام والاتصال اشتغلت وياهم، وهيئة الإعلام والاتصال بالمناسبة هي هيئة مستقلة تابعة لمن؟ إداريا ورقابيا إلى مجلس النواب وليس إلى الحكومة العراقية. لكن ما أقدر أعديها والله. لا والله ما أقدر أعديها. قبل لا أجدد والله، قبل لا أجدد هاي الهيئة الإعلام والاتصالات، قبل ما أجدد العقود صارت عليها تغييرات بأعضائها وبرئيسها بأوامر رئيس الوزراء. ما يخالفين أوامر رئيس الوزراء بتوافقات كذلك بتوافقات يا أخي، بس بأوامر من رئيس الوزراء. أي وإذا توافقات من قوى سياسية عراقية. فبالأخير أنت هذه مقاعد القوى السياسية العراقية. لا دعونا نغادر هذا الموضوع، التراجيديا هاي حقيقية اللي نبنيها، إنه إحنا نقول والله هذا مو زين وذاك زين ونحمل الناس نشيلهم من 17 سنة. زين. أكو تركة مال 17 سنة. أنا وياك ويا الشعب العراقي أنه يجب أن نؤسس شركات منافسة تؤدي خدمات اتصالات جيدة وممتازة جدا، ومو الجيل الرابع، الجيل الخامس والسادس ونريد نتقدم بها. بس بالمقابل أنه المشكلة الأساسية إحنا الآن الإجراءات اللي تصير تجاه قطاع الاتصالات، أنا أتوقع بيها لبس كبير، بيها جانب سياسي وبيها جانب اقتصادي، لكن الضحية راح يكون بيها مسارين. زين. مسار الموظف اللي يشتغل بهاي الشركات. أي. ومسار كذلك المواطن اللي هو مستخدم إلى هذه الخدمة. زين. فهذا هذا الموضوع الأساسي في القضية. أما ممتاز. تقول لي الحكومة لو كان أمامها غير الآن مسارات، لا تروح توقع ويا شركات رصينة جدا ومتقدمة وأصيلة في مجال الخدمة وموجودة بالشرق الأوسط. ممتاز. يعني المدان بالقصة مو حكومة الكاظمي، هيئة الإعلام والاتصالات. لا أنا مو أقول لك، لا مو هيئة الإعلام، أنا أقول لك هي قصة قديمة، مو دا أقول لك إنه هو مدان، ماكو مدان قديمة. تاريخ التجديد مالتها صار بشهر تموز، يعني بعد 3 أشهر من تنصيب حكومة الكاظمي. ما يخالف، بس إنه القضايا الفنية اللي تيجي من هيئة الإعلام والاتصالات، أما القضايا بالأخير كتوقيع ونهاية تردد طيفي الحكومة طبعا راح تطيل، لأنه هو جزء من السيادة العراقية. خلينا ننتقل للسيد علي فاضل. سيد علي فاضل، أنا أريد أتوجه لك بالسؤال أيضا بنفس الإطار، يعني أو بنفس المنطلق اللي ينطلق منه ضيوفي، مكافحة الفساد يراد لها تفكيك بالعراق لأنها معقدة، يراد لها تفكيك جاد، إضافة إلى هذا لازم نبعد عنها الاستهداف السياسي لسين أو لصاد. القول بأن حكومة الكاظمي مشتركة بالفساد أو غير جادة بمحاربة الفساد، يعتقد ضيوفي بأنه مستعجل نوعا ما.
أول ما جاوبتني أنت باعتبارك متخصص بهذا الإطار قلت هي غير جادة وفشلت بهذا الإطار وشوية يعني كنت مستعجل بهاي القصة. تفضل. لا لا ما مستعجل، بس أولا طبعا ضيوفك الكرام اللي يسمع كلامهم يقول إنه العراق وسويسرا زين هاي واحدة. الوحدة الثانية أرد أسأل ضيفك الكريم بس أريد يجاوبني بثلاثين ثانية فقط يعني زين. لأن وقتي هذا من وقتك أنا أرد أسأل ضيفك الكريم زين أرد أسأله. شخص متهم بغسيل الأموال رئيس مجلس إدارة شركة زين، هو عنده 11 شركة، متهم بأمر قضائي من محكمة الرصافة أنه هذا الشخص متهم بغسيل الأموال، شلون تجددوا له الرخصة؟ يا سنة صدر 2017 من يا كان حكومة رئيس يا حكومة حكومة العبادي هو لا هو خلي يقول والله هو خلي يقول حتى على لسانه حكومة العبادي ليش الحكومة اللي هي كانت في عهده ما حاسبته ليش الحكومة اللي وراها ما حاسبته مو انت يا اخي احنا بننظر امر قضائي ما له علاقه بالحكومه انا بس هذا اقول لك دكتور امر قضائي ما له علاقه بالحكومه انا قاعد اسال مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات ما يدري ابو شركه يشتغل غسيل اموال عزيزي يدري جهاز المخابرات جزء من المجلس الاعلى لمكافحه الفساد وكذلك تمويل الإرهاب يدري يعني بس يدري. بالمقابل أي. الحكومات السابقة ليش تغاضت عنها تريد تحمل الحكومة الكاظمي هذا هو السؤال الأساسي معناها هذا محمد الشرشفتي معناها هذا محمد الشرشفتي عنده وسائل ضغط على أي شخص يجي بالحكومة والسلام يعني الموضوع سهل هاي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لأستاذ حسام قولوا انه حكومه الكاظمي هي حكومه ملائكيه نازله من السماء حتى بعد لحظه لحظه عليها. سيد علي لا لحظه بس خليني اقول لك احنا يعني خلينا نغادر الاسماء والمسميات يعني انا ولا كانما دا اوجه الحلقه لاستهداف شخص معين انا دي دا اسالك لا ما يخالف لمن ذكر اسم الشخص اللي ذكرته اكثر من 3-4 مرات واني ما اريد اوجه حقيقه خطاب البرنامج لاستهداف شخص معين بس انا اللي اريد اقوله بشكل عام مكافحه الفساد تقول لحكومة الكاظمي مو جادة بيها ليش مو جادة ما معقولة لأنه الكاظمي صديق تشرشفتشي يعني مو معقولة يعني بالأخير تشرشفتشي مو جلين دايزر يعني خل نترك هذا الاسم مثل ما تقول تفضل السيد مصطفى الكاظمي احنا داخلين بأزمة مالية وسياسيين العراقيين من 2003 إلى الآن خلونا صاروا يتسولون باسم العراق زي. يعني الوفود اللي تطلع للخارج تعرف هاي الدولة أنه هاي الوفود هذا الوفد العراقي جاي يتسول باسم العراق إلى أن وصلت مرحلة رواتب ما عندنا يروح يقترض من بنوك تابعة للأحزاب زين ليش ما الكاظمي جاب هاي رؤساء البنوك وقال لهم تعالوا رؤساء المصارف الأهلية تعالوا هاي منكم هاي الفلوس زين هذا مو مكافحة فساد زين هاي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للست النائبة تقول إنه بداية الحلقة تقول إنه الأولوية هي إجراء انتخابات يعني أولوية مصطفى الكاظمي لا أولويته أن يكشف قتلة المتظاهرين راح تقولون ما إحنا شكلنا لجنة بدون ما شكلوا اللجنة وصرفون عليهم ودفعوا رواتبهم هاي وثيقة من أمريكا من أمريكا من مصدر أمريكي معتمد لدى الحكومة الأمريكية أمريكا اللي جابتهم تقول قتلت المتظاهرين 13 واحد روح اعتقل هذولا تقدر تعتقلهم لحظة شنو علاقة أمريكا بالموضوع يعني أمريكا شنو مثلا بس قول لي هاي الوثيقة طالعة من الصحافة من مؤسسة لا شنو مخابرات شنو هي أمريكية شنو؟ قلت جهة حكومية أمريكية حكومية أي تقول 13 واحد تقول قتلة المتظاهرين 13 واحد بدل ما أنتم شكل لجنة لكشف قتلة المتظاهرين ودفعوا الرواتب ليش فجيبوا هذولا 13 واحد وحققوا وياهم موجودة قاعد تشتغل أي يقول لك دكتور حسين يقول لك انه اكو لجنه متخصصه بكشف الحقائق قاعد تشتغل ما معقول احنا نعتمد على اشياء على مؤسسه امريكيه شو تقول يعني كشف الحقائق قبل شهر طلع احمد ملا طلال قال احنا كشفنا قتلت هشام الهاشمي وما نقدر نتكلم خاف يشردون او يطلع اول البارحه يقول ها اثنين شردوا انا قاعد يقول استاذ حسام انت مثل ما قال ضيفك الكريم المفروض نحترم عقل المستمع فبالفعل المفروض نحترم عقل المستمع شنو هالا خاف يشردون شنو اول بارحه يطلع يقول والله شردوا اثنين من شردهم
من هم من الجهه اللي وراهم؟ انا قاعد قتله متظاهرين. ماشي اقول لك، اقول لك انا والله مو هجومي بس اقول لك يعني كل هالسهوله هاي تسويها تتمرر. اي مو اوكي ممتاز. دم صار دم ست اشهر، ست اشهر العراق ينزف دم. انت بهالسهوله هذه كلها بالحكي الذبه هيك حكايه. استاذ علي هو السؤال هذا منطقي، انا امر انقل لك اياه بشكل عام. اكو ذهنيه داعمه لثوره تشرين تطالب من حكومه الكاظمي اشياء تبدو غير منطقيه. ليش؟ لانه هم يردون من عنده بيومين باسبوع، قدم لنا فلان شيء، يسحب السلاح، ودي يجيب طيب ما هي حكومه نتاج لعمليه توافقيه لنظام سياسي قائم انتم تعرفوه. اي لا يوقف ويقول انا ولي الدم، لا يقطع عهودات على نفسه. لا يقول انا ولي الدماء هؤلاء وانا اجيب قتله المتظاهرين. قتله المتظاهرين قاعد اقول لك هذول 13 واحد يقدر يعتقلهم ويطبوا له بالشفر في المنطقه الخضراء. هاي نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه استاذ اذا ممكن يعني يا ريت تفضل 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 التقاطعات ما تاثر. تفضل هذا وقت ديني استاذ. تفضل انا ما قاطع. هاي نقطة. النقطة الثانية، مصطفى الكاظمي غير جاد بمكافحة الفساد. جميع الأحزاب لديهم هيئات اقتصادية بما فيها الست النائبة السابقة تابعة تيار الحكمة، عندها هيئة اقتصادية. كل الأحزاب عندها هيئات اقتصادية، هاي خاصة بس للعقود وللسرقات، وخلوا مثل ما ذكرت أنه العراقيين حتى رواتب ما عندهم. هاي نقطة. النقطة الثانية، ملفات الفساد موجودة وأكثر من أكثر من منظمة، أكثر من جهة بلغت فيها الحكومة العراقية، ولكن الحكومة العراقية لا تتجرأ أن تعتقل شخص واحد. هل تخلي أنا أعطيك اسم واحد وإلى حق الرد، وهذا الكلام على مسؤوليتي. أحمد الأسدي عنده ملفات فساد، أنا عندي ملفات فساد على أحمد الأسدي في وزارة الزراعة. يقدر مجلس النواب علاقته الرجال بوزارة الزراعة أخوي؟ إيش علاقته الرجال بوزارة نائب بالبرلمان؟ شنو علاقته بوزارة الزراعة؟ تابع لأحمد الأسد، هي مو محاصصة؟ زين تابع لأحمد الأسدي. أوكي ضيفك يقول وثائق، أنا أنطي وثائق على أحمد الأسدي ملفات فساد، يقدر ضيفك اللي قاعد يمك قدمها للقضاء. قدمها للقضاء عزيزي. قدمها للقضاء. قدمها على الله وقدمها على القضاء. يقول لك قدمها للقضاء. القضاء طيب هو يحكم. احنا شنو ابقى يعني ابقى وياي يا سيد علي اذا تسمح لي جنابك راح ارجع مره ثانيه لحضرتك. يسمح الضيوف يقول انه العراق كانه ما عزيزي واحنا مو ضايع البلد يا خالف. ابقى وياي ابقى وياي ابقى وياي لا تسمعني ابقى وياي راح ارجع لك. حتى رواتب قامت متطلق قامت تطلب كل شهرين 3 اشهر. زين ليش تجيب رؤساء المصارف الاهليه اللي اقترضت منهم وقلت لهم انتم كنتوا حفاي ما لكم هاي الفلوس؟ زين ابقى وياي سيد علي ابقى وياي يا جنابك. اسمح لي بس اسمح لي سيد احلام يعني دكتوره احلام. البعض راح يقول انه هذا الصوت مثل ما قال السيد حسين مال فيسبوك، بس هو مو لا ما قلت انا مال فيسبوك لا يعني قصدي هاي وثائق احترامي اليه وانسان الصوت اللي عراقي. الكلام اللي يقوله السيد علي هو كلام الناس، كلام المواطنين. صحيح. المواطنين يحشون بهاي الحرقه. صحيح. وبهاي الطريقه. صحيح. من اطلع من اني اطلع انزع البدله مالتي واطلع السوق بسيارتي يوقفوني يقولون لي تشين شو مسوين العراق وردي وتحشون على كيفكم ما ادري ايش. يا اخي العراق منهوب رايح منتهي. الجماعه منتظرين خطوه جديه من القوى السياسيه لتكوين الاراده اللي تكلم عنها السيد الدكتور حسين علاوي. الإرادة السياسية حتى تكون جادة بمكافحة الفساد وإنهاء هاي العملية، مو إنهاءها وإنما وضع حد معين يراد لها جدية حقيقية. هاي الجدية عند القوى السياسية موجودة قبل أن تكون موجودة عند الحكومة. يعني أنا أحترم هسه وجهة نظره. هو الرجل يعني هواية تحدث وهواية صرح، والمكاتب الاقتصادية وغيرها هسه ما أدري إذا عنده معلومات، هذه يا ريت يعطينا إياها نطلع عليها. جيد هذا جيد. يعني أنا ما أنظر للأمور من هالمنظار هذا، وليس العراق وردي يعني وهذا واقع حال. إحنا نقول عندنا مشاكل، وعندنا مشاكل حقيقية، مشاكل اقتصادية، مشاكل بالبنى التحتية، مشاكل بالصحة، بالتعليم، في كل شيء. ويكاد أن نصنف أنه حتى مؤسسات
مؤسساتنا، تصل أحيانا إلى مرحلة أن تصنف بأنها مؤسسات متآكلة منهارة في داخلها. هذا إحنا مو من الناس اللي ما نقرأ قراءة واقعية. أكو قراءة واقعية بالشارع تقول، مو بالشارع وإنما هي القراءة الواقعية لوضعنا في العراق، وضع صعب جدا ووضع يحتاج معالجات ووضع ما تعالج المناكفات السياسية أو غيرها بقدر ما تعالج القوانين اللي تشرع، بقدر ما تعالج المؤسسات اللي تنبثق من هذه القوانين، حتى نكون منطقيين وواقعيين. هذا أما إحنا نبدي مثلا نصرخ ونعيط ونصيح وهذا فاسد وذاك فاسد، وشنو يعني النتيجة؟ وشنو النتيجة؟ أنا أحتاج إلى معالجات. اللي يصرخ مواطن، اللي يصرخ صحفي. أنا أقول الإرادة السياسية لدى الأحزاب. أنا حاليا مواطنة باعتباري طلعت من مجلس النواب، حاليا أصنف كمواطنة. أنت تعتقدين على المستوى الشخصي أن هناك إرادة لدى الإرادة لدى الأحزاب والقوى السياسية؟ بس أصل لهذه الفكرة. أعتقد أن كل القوى السياسية وصلت إلى قناعة أنه لابد من معالجة الواقع الحالي بعد ما يتحمل. كل القوى السياسية مقتنعة بهذه الأمور، ولذلك اللي تفضل به الدكتور قبل شوية تمتلك الأدوات لمعالجتها. هسه مرة نعترف أنه إحنا ما نقدر نعالج، يعني أكو مشكلة. شنو أدوات الأحزاب؟ شنو أدواتها الأحزاب؟ يعني أقصد عندها القدرة أن تعالج أدواتها، مخرجاتها الانتخابية ومقاعدها في مجلس النواب ووجودهم في المؤسسة التشريعية اللي هي المؤسسة الأم في محاربة الفساد. هاي أدوات كافية، قادرين من خلال أدواتهم يقومون بالمعالجة. أما أنه هي الأحزاب تأسس مؤسسات تنفيذية لمعالجة معندك الدولة وعندك مؤسسات وعندك حكومة وعندك رئيس، بس بالأخير الدولة هم يحكموها. قائد لأكبر مؤسسة تنفيذية السيد رئيس الوزراء اللي هو مهامه الأساسية في معالجة هذه الأمور. أنت تعتقدين يعني الكتل السياسية عندها إرادة؟ أنا دا أقول لك وصلت إلى قناعة أنه إحنا لابد من معالجة القضايا والتحديات اللي موجودة الآن، وإلا العراق يذهب إلى الهاوية، وهذه قناعة توجدت عندها يعني. ولذلك هي ذهبت نحو التغيير وأيدت التغيير ودعمت السيد الكاظمي في تبوءه إلى رئاسة الوزراء. هذه كلها خطوات كانت موجودة. دكتور حسين، بشكل سريع أود أن أخبرك شيء أو أتطرق لشيء معين. حكومة السيد الكاظمي هي حكومة صديقة لتشرين، يعني هكذا تحاول أن تعرف نفسها من خلال الخطاب الإعلامي ومن خلال بعض الملامح المعينة، لكن تشرين الآن تتحدث بالضد من هذه الحكومة بطريقة قد تكون قاسية نوعا ما. خلينا استعرض لك 3 تغريدات سريعة كتبت اليوم تحديدا في تويتر. شباب إذا جاهز التغريدات طلعوا لي إياها. الأولى لفائق الشيخ علي، يقول أنه شعور ملطخ بالعار أن تمر الشهور من دون تنفيذ أي وعد حكومي بإلقاء القبض على قتلة المتظاهرين للشروع بمحاكمتهم. 700 شهيد وأكثر من 25,000 جريح، حتى الآن لا يفوق هذا العار سوى عار إعلام السلطة وأبواقها المرتزقة بالحديث عن حبس قاتلين في ساحة الخلاني وقاتل أخير بالبصرة. يا للعار، هذا كلامه. أسعد الناصري يقول حصر مطالب ثورة تشرين بالانتخابات المبكرة من قبل الكاظمي كما يلوح هو تقليل من شأن الثورة ومطالبها التي من أولوياتها حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على الميليشيات ومحاكمة القتلة ووطن تحفظ فيه كرامة المواطن وحقوقه. سيسكت عن السلاح المنفلت لأنه سيخدمه انتخابيا ويضر منافسيه الثوار. حين السيد غيث التميمي أيضا يقول حين أعلن السيد مصطفى الكاظم معركته على جماعة رفحة كتبت بأنها معركة خاسرة لا فائدة منها سوى مضيعة الوقت وإشغال العراقيين في صراعات جانبية لا تمثل جوهر أزمات البلد الأمنية والماء. واليوم تعلن مؤسسة السجناء عن إطلاق رواتب رفحة مع تعويضهم عن الأشهر 4 الفائتة. هذا ينطينا مؤشر أنه أكثر الساندين سياسياً لهذه الحكومة بدأوا بالانقلاب عليها بشكل أو بآخر. لا، هو شوف كل من عنده وجهة نظر، وإحنا نحترم وجهات النظر يعني السيد فائق وأسعد وغيث، لكن بالمقابل زين قضية رفحة نتوقع هو انطلاق الرواتب على الراتب واحد فقط. هو عملية تقليل الرواتب، جرى هذا تقليل الرواتب زين، وكشف هذا الموضوع. القضية الأخرى وهي قضية أنه الاحتجاجات تحصر بالانتخابات، طبعا لا، احنا مو مع هذا الموضوع. نريد تغيير
واضح جدا بالبلد، يكون تحرير للمواطن اقتصاديا، يكون الذهاب إلى الشباب وإعطائهم فرص عمل، تحسين القطاع الخاص إلى آخره. هذا راح يحل الأزمة الكبيرة جدا بهذا الموضوع. السيد فاق الشيخ علي وبالأخير كان مرشح لرئاسة الوزراء، واحد من الأسماء التي كانت تتداول في الشارع، لكن بالمقابل وجهة نظره أنا أتوقع لا يعني أختلف معها من الألف إلى الياء. هنالك رؤية، هذه الرؤية الآن يراد منها أن تكون لدى السيد الكاظمي عصا موسى لكي يحل كل مشاكل العراق، وهذه مشاكل العراق الآن سقطت صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء الآن في انسحاب، في خبر ملفت، في تطور ملفت جندي. هذه كلها متغيرات سريعة، هي إدارة الدولة مو إحنا يعني شلون نقول نبسطها بالسهولة هذه ونقعد نكتبها ببوستات. أنا قلت قبل يومين يعني وصلت النتيجة أنه الكتابة غير الفعل. إيه؟ الكتابة سهلة جدا بالكيبورد، لكن الفعل السياسي صحيح. القرار السياسي صحيح. أستاذ حسام صعب جدا. لكن أنا أقول لك شغلة، أنا أتوقع أنه الأخ الكريم عزيز عنده وثائق على مكافحة الفساد، وهو يدرك كل الزين أنه الآن مكافحة الفساد إذا ما تصير عليه إرادة سياسية ما راح ينتهي الفساد الكبير زين. لكن بالمقابل الفساد اللي هو إحنا كيف نوقفه عند حده، أنا أقول لك من نشغل الدولة. وواحد من عمليات تشغيل الدولة الآن هو ما نعمل عليه بالبرنامج الحكومي، لكن بالمقابل التحديات ممتاز. الكبرى اللي تواجه ممتاز. العراق صعبة ممتاز. جدا. أنا للأسف الوقت انتهى عندي دقيقة واحدة بس لك سيد علي فاضل، أن تقول ردا على ما تفضل به دكتور حسين، يا أخي ماكو عصا موسى السحرية تريدوها أنتو تحل كل المشاكل. دقيقة واحدة عندك أستاذ علي. اي لا لا لا، هو ذكر انه قال انه اولا ما عندنا عصا موسى، وبنفس الوقت انه ماكو فائده من تقديم هاي الملفات لان اساسا ماكو اراده للفساد. ارجع واكرر كلامي مره ثانيه، حكومه الكاظمي ليست جاده بمكافحه الفساد، لان الكاظمي هو نتيجه قاده احزاب اساسا متهمه بالفساد هي اللي جابت الكاظمي، فمستحيل الكاظمي راح يقدر يحارب اللي 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 جابه الى هذا المنصب زين. وهو الظاهر راح يمشي بنصيحه قيس الخزعلي من قال له انت غلط. طيب السيد علي فاضل رئيس جاوبه اوكي، اولويتنا ثلاثه الان، البقاء للعراقيين من دون حرب ومن دون وباء كورونا زين، الانتخابات وكذلك رواتب الموظفين لانه هو هذا اقتصاد البلد الحقيقي للاسف. اشكرك السيد علي فاضل رئيس المنظمه الامريكيه العراقيه لمكافحه الفساد، انا اشكر حضرتك، كنت معي عبر سكايب من واشنطن العاصمه، شكرا جزيلا لانضمامك، وكذلك الدكتور حسين علاوي عضو فريق الحكومي، وكذلك الاستاذ في العلوم السياسية لجامعة النهرين، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. الدكتور أحلام الحسيني عضو المكتب السياسي لتيار حكمة، شكرا جزيلا لانضمام جنابك معنا، وأنتم مشاهدينا الكرام شكرا لطيب المتابعة، ألتقيكم يوم غد بإذن الله تعالى في أمان الله.